استاذ دريد لحام، اهلا وسهلا فيك على تلفزيون عمان تي في. اهلا وسهلا يا قلبي. استاذ دريد، اليوم حضرتك تاريخ كتير كبير وبتمثل الدراما السوريه من بدايتها. في قصه حب تضاهي غوار الطوشه وفطوم؟ ايه، اكثر قصه حب تضاهي غوار الطوشه وفطوم هو قصه حب هالة ودريد. يعني انا عرفت نقي وهي عرفت تنقي، ونحن لا نزال في حب متصاعد وليس متنازل منذ 58 عام. استاذ دريد، اليوم كمان شايفين حضرتك لابس حمايه من الكورونا، هي الجهاز حاليا، تحكي لنا اكثر عنه وكيف عم تاخذ احتياطاتك من الكورونا؟ الاحتياط يا قلبي بس مجرد يعني مساله التباعد الاجتماعي، مساله الكمامه في بعض الاماكن يلي بتخاف انه يكون فيها مثلا، يعني طبعا وبالاخير يعني المساله بيد الله، يعني الواحد لازم ياخذ احتياطاته على طريقه اعقل وتوكل. نحن بنحاول نعقل وهي من جملة العقلانية في هذا الموضوع. أستاذ دريد، بدنا كلمة أخيرة منك لجمهورك بالأردن. حبيباتي، ومشتاق للأردن، مشتاق للوقفة اللي أكثر من مرة كانت، مرات بقصر الثقافة ومرات بجرش، بمهرجان جرش. كثير مشتاق لهذه الجلسات. ونحن مشتاقين لك حبيبي. تسلم، أهلين يا عمي.